مجهود كبير بيبذل من شاطر الرياضي ومجلس الاداره، مسانده كبيره جدا. الفرحه حلوه والانجاز حلو، لسه ما حققناش حاجه زي ما الكابتن بيبو قال. كلمات سريعه لعيبه النادي الاهلي واولياء الامور اللي بيهم دور كبير جدا. والله احنا طبعا في منتهى السعاده ان احنا بن بن بنسجل انتصار جديد يضاف لدولاب انتصارات النادي الاهلي، وان شاء الله دايما كده مجلس الاداره مع الجهاز الفني مع اللعيبه في كل المناسبات الحلوه دي، ودايما عقبال بقيه الفرق الثانيه كمان. احنا النادي الاهلي الحقيقه ما بيبخلش، او مجلس الاداره ما بيبخلش على كل الاجهزه الفنيه باي دعم، فان شاء الله كده نتمنى ان نكمل بقيه المسيره مع بقيه الالعاب ودايما في انتصارات باذن الله. هاخد كلمه من طارق بيلي، انا هنفرق بقى معالي الوزير بقى في